أعزائي طالبات وطلبة المرحلة الإعدادية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في برنامج في بيتنا مدرسة. النهاردة في حلقة اليوم إحنا هندرس أساسيات الرياضيات، وهنتكلم مع بعض عن الأساسيات اللي أنت درستها في المرحلة الابتدائية وإزاي تستخدمها في المرحلة الإعدادية، وأيضا اللي درسته في المرحلة الإعدادية وهتستفيد بيه بعد كده في المرحلة الثانوية. طيب، الرياضيات من المواد الهامة جدا اللي هي بتكون عندك الدقة والنظام والترتيب والقدرة على حل المشكلات بطريقة علمية سليمة. الرياضيات طبعا مهمة في حياتنا العملية كتير جدا، من ساعة ما ربنا سبحانه وتعالى ذكرها في القرآن الكريم من النسبة والتناسب، لما قال للذكري مثل حظ الأنثيين بالنسبة لآيات الميراث، وذكر التمن والسدس والربع وهكذا، وطبعا الأعداد الصحيحة والأعداد الطبيعية والأعداد النسبية. أيضا الإحصاء ذكر في القرآن الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. أيضا الوسط ذكر في القرآن الكريم، وجعلناكم أمة وسطا. فالرياضيات بنستخدمها في حياتي العملية كتير جدا، وإحنا في الإعدادية في الصف الثالث الإعدادي يمكن درسنا برضو البعد بين نقطتين، وده بستخدمه كالبعد بين طائرتين والبعد بين سيارتين والبعد بين سفينتين وهكذا. أيضا إحنا درسنا حساب المثلثات، وحساب المثلثات في المرحلة الإعدادية أنا بستخدمه في بناء الأهرام، استخدموه قدماء المصريين في بناء الأهرامات وأيضا في بناء العمارات وهكذا. النهاردة أول نقطة أنا هتكلم معاكم فيها هي التقريب. والتقريب احنا درسناه في المرحلة الابتدائية. التقريب ممكن يكون إجباري وممكن يكون اختياري. يعني مثلا انت لو رحت اشتريت حاجة تمنها 199 جنيه، لو حد سألك اشتريتها بكم هتقول له؟ هتقول له 200 جنيه على طول. ايضا لو انت كتبت على الآلة الحاسبة الجذر التربيعي مثلا الاثنين هيساوي 1.4123 مثلا 5 7 وهكذا، عمرك ما هتكتب كل هذا الرقم، لكن بتقربه اجباري وتقول انه بيساوي تقريبا 1.4. تعالى كده نشوف مع بعض ازاي اقرب العدد لاقرب منزله مثلا، سواء رقم عشري واحد او رقمين عشريين او ثلاثه ارقام عشريه وهكذا. بص معايا كده على الشاشه، ادي عندي التقريب. بيقول لي تعريف التقريب: سبق ان درسنا في المرحله الابتدائيه التقريب الى منزله معينه من العدد، وذلك بأن نضيف واحد إلى الرقم الذي على يسار آخر رقم محذوف إذا كان الرقم المحذوف 5 أو أكثر من 5. أما إذا كان الرقم المحذوف أقل من 5 فلا نضيف شيء إلى الرقم الذي على يسار. فمثلا لو أنا قلت لك هذا العدد اللي أمامك، لو انا حبيت اقربه كده مثلا لثلاث ارقام عشريه، كلمه ثلاث ارقام عشريه يعني اعد ثلاث ارقام بعد العلامه العشريه. بص كده معايا، اول رقم اللي هو 5، اللي بعده 2، اللي بعده 7، يبقى انا هقف عند السبعه. السبعه ده يكتبه 7 يزوده 1، اعرف منين؟ من اللي بعد السبعه. انا هلاقي بعد السبعه 8. اتفقنا دلوقتي لو لقيت اخر رقم محذوف اللي عندنا ده 5 او اكتر، فانا بضيف 1 على اللي هقف عنده. السبعه اضيف لها 1 يبقى 8، يبقى انا كده قربت لثلاث ارقام عشريه. طيب نشوف اللي بعد، نفس العدد لو انا قربته كده لرقمين عشريين، يبقى انا هقف عند الاثنين. بعد الاثنين كام؟ بعد الاثنين 7، يبقى اذا انا هضيف 1 لان هو اكبر من 5، يبقى خلي الاثنين دي 3، يبقى ده تقريبا 185 صحيح، و53 من 100، ده كده قربته الى رقمين عشريين. نشوف اللي بعده، نفس العدد خد بالك، عايز اقربه لرقم عشري واحد. رقم عشري واحد يعني اول رقم بعد العلامه العشريه اللي هو كام؟ اللي هو 5، ماليش دعوه بالصحيح، اللي هو 185. الخمسه اللي واقف عندها يا اما اكتبها 5 يا اما زودها 1، اعرف منين؟ قال لك بص على اللي بعد الخمسه اللي هو الاثنين. ده الاثنين ده يا مستر اقل من الخمسه، إذا مش هضيف شيء على الخمسة، تفضل زي ما هي. يبقى بعد التقريب هو 185 وخمسة من عشرة، ده مقربة لرقم عشري واحد. أيضا نفس العدد، خد بالك بقى، ده هقربه لأقرب وحدة. لما يقول لك لأقرب وحدة يعني الأقرب عدد صحيح،
مين الصحيح في هذا العدد؟ اللي هو 185. يبقى يكتبوا 185 يزود عليه واحد. اعرف منين؟ اتفقنا من العدد اللي بعده مباشرة اللي هو بعد العلامة لقيته 5. طالما 5 او اكتر يبقى اضيف واحد على الايه؟ على العدد اللي هو الصحيح ال 185، هيصبح 186، وده كده انا قربته لاقرب وحدة. تعال نشوف كده ايضا، ده بيقول لك كده انا هقربه لاقرب ايه؟ 10. لاقرب 10 يعني ايه؟ العدد 185.5278، قربه لاقرب 10 يعني انا بعد عشرات، يعني معاك فلوس مثلا هتقول 10 20 30 40 50 60 الى 200. ال 185.5278 ده اقرب لل 180 ولا ال 190؟ اه ده 185، وانا عديت اهو عن الخمسه، يبقى هيقرب من ال 190، يبقى لما اقربه لاقرب 10 هيبقى 190. طب نشوف تاني. اه هقربه دلوقتي لاقرب 100. لاقرب 100 يعني انا عندي الفلوس مثلا كانها ميات، يبقى اقول 100 200 300 400 وهكذا. ال 185 ده اقرب لل 100 ولا لل 200؟ برافو عليك، يبقى اقرب لل 200، يبقى لما اقربه لاقرب 100 هيصبح ال 185.5278 اقرب 100 هي ال 200 وليست ال 100. تعال ننتقل الى مثال اخر. بيقول لي قرب العدد اللي هو 7.238 من 1000 متر إلى أقرب سنتيمتر. الأول عشان أحول من متر لسنتيمتر أعمل إيه؟ ضرب. واحد قال لي يا مستر هضرب في 100، يبقى هذا العدد لما أضربه في 100 هيصبح 723.8 سنتيمتر. ده بقى عاوز أقربه لأقرب سنتيمتر. لما اقربه لاقرب سنتيمتر هيصبح كام؟ يعني انا عايز الصحيح، الصحيح هنا اللي هي اللي هو 723، اضيف واحد ولا اسيبه زي ما هو؟ لا طبعا انا اضيف عليه واحد، هيصبح 724. ليه؟ لان احنا اتفقنا. ابص على اللي بعده على طول اللي هو الثمانية اللي بعد العلامة، ده طالما 5 او اكتر اضيف واحد، يصبح تقريبه لاقرب سنتيمتر هو 724. نشوف اللي بعده. بيقول لي قرب 5.7856 كيلو جرام الى اقرب جرام. عشان احوله من كيلو جرام لجرام انا هضرب في 1000، فهيصبح بهذا الشكل، يبقى 5785 صحيح و6 من 10 ده جرام. تعال بقى نقربه. اقربه يعني هكتب الصحيح اللي هو قبل العلامه اللي هو 5785، يا ترى اكتبه زي ما هو ولا زوده واحد؟ قال لك بص على اللي بعده، اللي بعد العلامة 6. اتفقنا في بداية الحلقة إذا لقيت العدد اللي هقف عنده ده 5 أو أكتر يبقى أنا بضيف واحد، يبقى في هذه الحالة هيصبح بعد التقريب 5786 جرام. قواعد الإشارات. احنا طبعا من الحاجات المهمه جدا ان احنا بنحب ان احنا نركز عليها قواعد الاشارات اللي هي الجمع والطرح والضرب والقسمه، اللي هي الزائد والسالب او الموجب والسالب. امتى اجمع وامتى اطرح وامتى اضرب؟ ازاي الناتج يبقى موجب وازاي يبقى سالب؟ لو انا عندي ضربت موجب في موجب او سالب في سالب، لو انا قسمت موجب على موجب او سالب على سالب، امتى اجمع وعندي الاشارتين الاتنين زي بعض او الاتنين مختلفتين وهكذا. قال لك لو الاشارتين متشابهتين اجمع واكتب الاشارة. يعني لو قلت لك مثلا 2 زائد 3، اشاره الاثنين موجب والثلاثه موجب، يبقى هنا بجمع ويكون الناتج كام؟ 5 بالموجب. طب لو هي سالب 2 زائد سالب 3، ده اشاره الاثنين سالب واشاره الخمسه سالب، برضه يا مستر الاشارتين هنا زي بعض سالب، يبقى هجمع واكتب الاشاره السالب يبقى الناتج سالب 5. لكن لو قلت لك سالب 2 زائد 3، الله يا مستر ده اشارتين، واحده سالب واحده موجب، يبقى هنا انا هعمل ايه؟ لو لقيت الاشارتين مختلفتين في الحاله دي انا بطرح واكتب الاشاره الكبير اللي فيهم. يعني قلت سالب 2 زائد 3، الكبير اللي فيهم 3 اشارته ايه؟ موجب، يبقى هنا هطرح واكتب الاشاره الموجب، يبقى الناتج موجب 1. لكن لو قلت لك 2 زائد سالب 3، يبقى اشاره الكبير هنا سالب، يبقى بطرح واكتب اشاره الكبير السالب، يبقى الناتج كام؟ سالب 1. يبقى لو الاشارتين متشابهتين قال لك اجمع واكتب الاشاره،
لكن لو الاشارتين مختلفتين اطلع واكتب اشاره الكبير اللي فيهم. بص معايا كده على القاعده قواعد الاشارات اهو. مثال: مستخدما خط الاعداد اوجد ناتج ما يلي، وتعالى بقى نستنتج منها الخاصيتين اللي انا قلتهم دلوقتي. رقم واحد عاوز اجمع 2 زائد 3، 2 عاوز اجمع سالب 2 وسالب 3 اللي هي سالب 2 ناقص 3 او سالب 2 زائد سالب 3 رقم 3. 2 ناقص 3 رقم 4 سالب 2 زائد 3. خد بالك بقى عندي 2 زائد 3 يساوي كام؟ 5. انا جمعت هنا وكتبت الاشاره بتاعتهم عشان الاشارتين متشابهتين. هجمع بقى باستخدام خط الاعداد. بص معايا كده على القاعده قواعد الاشارات اهو. مثال: مستخدما خط الاعداد اوجد ناتج ما يلي، وتعالى بقى نستنتج منها الخاصيتين اللي انا قلتهم دلوقتي. رقم واحد عاوز اجمع 2 زائد 3، 2 عاوز اجمع سالب 2 وسالب 3 اللي هي سالب 2 ناقص 3 او سالب 2 زائد سالب 3 رقم 3. 2 ناقص 3 رقم 4 سالب 2 زائد 3. خد بالك بقى ادي عندي 2 زائد 3 يساوي كام؟ 5. انا جمعت هنا وكتبت الاشاره بتاعتهم عشان الاشارتين متشابهتين. هجمع بقى باستخدام خط الاعداد. انا عاوز 2 زائد 3 يبقى من الصفر انا همشي وحدتين اهم واضيف عليهم 3 وحدات، يبقى انا كده مشيت ادي وحده اهي من الصفر للواحده دي وحده، ومن الواحد للاتنين وحده تانيه، امشي كمان 3 في اتجاه الموجه يبقى دي وحدة ودي اتنين ودي تلاتة، وصلت لكام؟ وصلت للخمسة. اذا 2 زائد 3 يساوي كام؟ يساوي 5. ده كده باستخدام خط الاعداد. نشوف التانية: سالب 2 ناقص 3، برضو هنا اشارتين متشابهتين، فهنا بجمع واكتب الاشارة بتاعتهم يبقى سالب 5. تعال نشوفها او اثبتها باستخدام خط الاعداد. ادي عندك سالب 2 يبقى انا همشي ناحيه اليسار، من الصفر امشي وحدتين جهه اليسار بالسالب اهم، وبعد كده اضيف كمان 3 وحدات بالسالب، يبقى انا هوصل لكام؟ هوصل لكام؟ لسالب 5. اذا سالب 2 ناقص 3 الناتج يساوي كام؟ يساوي سالب 5. ده كده باستخدام خط الاعداد. نشوف رقم 3. قال لك 2 ناقص 3، ده الاتنين بالموجب والثلاثة بالسالب، يبقى أنا همشي وحدتين ناحية اليمين وبعد كده أرجع 3 وحدات ناحية اليسار عشان بالسالب. طبعا الناتج هيوصلك للسالب 1. أدي 2 ناحية اليمين أهم من الصفر للاتنين، وبعد كده أمشي بقى من عند الاتنين أرجع 3 وحدات، يبقى من الاتنين للواحد ومن واحد للصفر ومن الصفر الوحدة التالتة اللي هي هقف عند السالب 1، عشان كده 2 ناقص 3 الناتج كام؟ سالب 1. يبقى مشيت وحدتين بالموجب، مشيت ناحية الموجب وحدتين وأرجع 3 عندي ما وقفت عند الاتنين، هيوصلك لكام؟ للسالب 1. نشوف اللي بعد: سالب 2 زائد 3، اشارتين مختلفتين، المفروض اني بطرح واكتب اشارة الكبير يبقى الناتج 1. يبقى انا هنا همشي وحدتين بالسالب ناحية اليسار، امشي وحدتين وبعد كده امشي 3 وحدات عندي ما وقفت عند السالب 2 بس في اتجاه الايه؟ الموجب اليمين، هيوصلنا للواحد. بص كده معايا اهو، ادي خط الاعداد. انا عندي واقف عند السالب 2 وبعد كده مشيت بقى ناحية الموجب 3 وحدات، يبقى من السالب 2 للسالب 1 دي وحدة، من سالب 1 للصفر دي التانية، من صفر لواحد للوحدة التالتة، عشان كده سالب 2 زائد 3 كام؟ يساوي 1. ادي القاعدة هي اللي اتفقنا عليها. إذا تشابهت الإشارتان اجمع واكتب الإشارة. 2 إذا اختلفت الإشارتان اطرح واكتب إشارة العدد الأكبر. إيه كده بقى؟ احنا شفنا زي ما اتفقنا كده أثبتها لك على خط الإعداد. لو أنا قلت لك 2 بالموجب زائد 3 بالموجب، يبقى انا اطلع من عند الصفر وامشي بوحدتين ناحية الموجب ناحية ايدي اليمين كده وانا ماشي، يبقى وحدة 2 كده 2، اضيف عليهم 3 وحدات يبقى اضيف كمان 3 وحدات عند ما انا واقف، انا واقف عند الاتنين ضيف وحدة يبقى 3، ضيف التانية 4، ضيف التالتة 5، عشان كده 2 زائد 3 5. لكن لو قلت لك سالب 2 ناقص 3 يبقى امشي وحدتين ناحية السالب، يبقى من الصفر للاتنين امشي وحدتين بالسالب يوصلك للسالب 2،
ضيف عليهم كمان 3 وحدات بالسالب وانا ماشي ناحية اليسار، هيوصلك لكام؟ للسالب 5. لكن لو قلت 2 موجب ناقص 3 يبقى امشي وحدتين ناحية الموجب وارجع 3 وحدات من عند الاتنين هيوصلك للسالب 1، وهكذا زي ما شفناها دلوقتي. اذا استنتجنا القاعدتين، اذا تشابهت الاشارتان اعمل ايه؟ اجمع واكتب الاشارة، بينما اذا اختلفت الاشارتان اطرح واكتب اشارة الايه؟ الكبير. نشوف كده اللي بعد. قواعد اشارات الضرب. انا دلوقتي اتفقنا بالنسبة للجمع والطرح، امتى اجمع وامتى اطرح؟ امتى اجمع؟ لو الاشارتين متشابهتين يا مستر اجمع واكتب الاشارة. طب امتى اطرح؟ لو لقيت الاشارتين مختلفتين، واحدة سالب وواحدة موجب، بطرح واكتب اشارة الكبير. طب انا عاوز اضرب 2 في 3 او سالب 2 في سالب 3 او سالب 2 في موجب 3 او موجب 2 في سالب 3. جميل. لو لقيت الاشارتين زي بعض في الضرب الناتج موجب، الاشارتين مختلفتين عند الضرب الناتج سالب، يعني لو قلت لك هضرب سالب في سالب يبقى الناتج بموجب، موجب في موجب الناتج موجب، طب سالب في موجب الناتج سالب، موجب في سالب الناتج ايه؟ سالب. بص كده قواعد اشارات الضرب، ادي عندي اهو، ادي موجب في موجب الناتج موجب. يبقى لو قلت لك 2 في 3، الاتنين بالموجب والتلاتة بالموجب، يبقى الناتج طبعا بالموجب اهو، و2 في 3 ب6. نشوف اللي بعده، سالب في سالب، ده الناتج بموجب. يبقى لو قلت لك سالب 2 في سالب 3، السالب في سالب بموجب، واضرب 2 في 3، يبقى الناتج موجب 6. القاعدة الثالثة، سالب في موجب، الناتج هيكون سالب. يعني لو قلنا سالب 2 في موجب 3، هتضرب السالب في الموجب يبقى الناتج سالب، واضرب 2 في 3 يبقى ب6. اذا سالب 2 في 3 الناتج بسالب 6. قواعد اشارات الاسم، احنا اتفقنا دلوقتي بالنسبه للضرب، لو لقيت الاشارتين زي بعض وانت بتضرب الناتج موجب، الاشارتين مختلفتين وانت بتضرب الناتج سالب. طب بالنسبه للاسم زي الضرب، انا هقسم موجب على موجب، اشارتين زي بعض اهو الناتج موجب، هقسم سالب على سالب، اشارتين زي بعض الناتج موجب. يعني سالب 6 مثلا على سالب 2، السالب على سالب موجب، واقسم الستة على الاتنين يبقى الناتج 3. طب سالب على موجب، اشارتين مختلفتين الناتج هيكون سالب، موجب على سالب الناتج ايضا هيكون سالب. كده اتفقنا اهو دلوقتي بالنسبة للضرب وللقسمة، لو لقيت الإشارتين زي بعض يبقى الناتج هيكون موجب سواء كان ضرب أو قسمة، لو لقيت الإشارتين مختلفتين يبقى الناتج هيكون سالب سواء كان ضرب أو إيه أو قسمة. نشوف كده قاعدة القسمة، أدي عندك الإشارات أهي، موجب على موجب الناتج موجب. يبقى لو قلت لك 6 على 3، الستة اشارتها موجب والتلاتة اشارتها موجب، يبقى الناتج موجب، واقسم الستة على 3 2. ادي سالب على سالب، الناتج برضو موجب. يبقى لو قلت لك اقسم لي سالب 6 على سالب 3، السالب على سالب موجب، اقسم بقى الستة على 3 يبقى 2. بالنسبة لرقم 3، سالب على موجب، اشارتين مختلفتين اتفقنا هيكون الناتج سالب، يبقى لو قلت لك سالب 6 على 3 يبقى الناتج هنا سالب، واقسم الستة على 3 الناتج كام؟ 2. جمع وطرح الكسور الاعتيادية. احنا بقى طبعا في المرحلة الابتدائية والصف الاول الاعدادي درسنا الاعداد النسبية، عشان اجمع او اطرح كسرين او عددين نسبيين بالنسبة كسرين اعتياديين او عددين نسبيين يلزمك توحيد المقامات. يعني ما ينفعش اقول مثلا نص زائد تلت واجمع، لا، لازم المقامات زي بعض، يكونوا الاتنين يا اما الاتنين 2 يا الاتنين 3 يا الاتنين 5 يا الاتنين 6 وهكذا. بص معايا كده، ادي عندي لجمع او طرح كسرين اعتياديين لابد من توحيد مقاماتهما. يعني مثلا لو انا قلت اهو اوجد ناتج ما ياتي نص زائد ثلث، دول ما ينفعش اجمعهم كده. ليه؟ لان مقام العدد الاول 2 ومقام العدد النسبي الثاني او الكسر الاعتيادي الثاني 3، ما ينفعش اجمعهم، لابد من توحيد مقاماتهم. 2 على 5 زائد 5 على 7، 3 2 على 3 ناقص نص، ده طرح. 4 سالب 2 على 5 زائد 3 على 10.
ادي بالنسبه للاول. ما ينفعش اجمعهم بهذا الشكل، لابد ان انا اوحد المقامات. اعمل ايه عشان اوحد مقامات؟ اضرب المقامين في بعض، 2 في 3 ب 6، اذا المقام بتاعهم هما الاثنين هيكون كام؟ 6. وبالتالي 6 اقسم المقام على المقام، واللي يطلع اضربه في البسط. 6 على الاثنين فيها الثلاثة، 3 في 1 يبقى الناتج 3، اذا النص هو 3 على 6. طب بالنسبه للكسر الثاني، اقسم المقام على المقام، 6 على 3 2، واضرب الناتج في البسط اللي هو 1 يبقى 2. كده اقدر اجمع دول. ليه بقى؟ لان مقاماتهم زي بعض، اللي هم مين؟ الاول مقامه 6 والتاني مقامه 6. في هذه الحالة اجمع البسوط بس مع بعض، البسطين اللي هم الثلاثة والاثنين، واكتب المقام. اذا الناتج يصبح كام؟ يصبح 5 على 6. اتفقنا دلوقتي؟ عشان اجمع كسرين اعتياديين درستها في المرحلة الابتدائية او في الصف الاول الاعدادي بالنسبة للاعداد النسبية، لا سواء كان جمع او طرح، لازم اعمل ايه بالظبط كده؟ لازم اوحد المقامات. عشان اوحد مقامات الكسرين اضرب المقامين في بعض، واقسم بعد كده المقام على المقام، واللي يطلع اضربه في البسط. كده انا وحدت الايه؟ المقامات. رقم 2، 2 على 5 زائد 5 على 7. طبعا المقامات 5 و7، لازم اخليهم زي بعض. اعمل ايه؟ قال لك اضرب المقامين في بعض، 5 في 7 بكام؟ ب35. يبقى في هذه الحالة المقام بتاعنا الجديد هيبقى 35. وبنعمل ايه؟ اتفقنا بقسم المقام على المقام، واللي يطلع اضربه في البسط. 35 اقسمها على 5، الناتج 7. اضرب 7 في 2 يدينا 14. بالنسبة للكسر الثاني، اقسم 35 على 7، هيدينا كام؟ 5. اللي طلع ده اضربه في البسط اللي هو 5، يبقى الناتج 25. كده الكسرين الاعتياديين او العددين النسبيين اصبحوا عبارة عن 14 على 35، والتاني 25 على 35. المقامات بقت زي بعض. ايوه يا مستر زي بعض. كده اقدر اجمع البسطين اللي هم 14 زائد ال 25، يبقى الناتج بيساوي كام؟ طبعا 39 على 35. وكده هذا العدد في ابسط صورة. ممكن يسألك كده ويقول لك العدد بعد الجمع او الطرح هل هو في ابسط صورة؟ عشان يكون في ابسط صورة لابد تكون الاشارة ما تكونش فيه سالب في المقام، يكتبها فوق يكتبها جنب العدد. الحاجة التانية ما يكونش فيه عوامل مشتركة بين البسط والايه؟ والمقام. نشوف رقم 3، بيقول لي 2 على 3 ناقص نص. دي عملية طرح. عشان اطرح دول برضو لابد ان انا اوحد المقامات. هل المقامات زي بعض؟ اصل ده عبارة عن 2 على 3 زائد المعكوس الجمعي بتاع النص، يبقى سالب نص. طيب في هذه الحالة يبقى المقامات مش زي بعض، يبقى انا هجيب دلوقتي المقام بتاعهم هما الاثنين، اضرب 3 في 2، الناتج هيصبح 6. يبقى الكسر الاول هيبقى مقامه 6، اقسم 6 على 3، المقام على المقام، والناتج اضربه في البسط. 6 على 3 2، 2 في 2 يبقى 4. بالنسبة للكسر التاني، اقسم 6 على 2، الناتج 3، واضربه في الواحد يبقى 3. اصبح الكسر 2 على 3 هو 4 على 6. والعدد النسبي اللي هو نص او الكسر الاعتيادي التاني، بدل ما هو نص طبعا بعد ما وحدت المقام، اصبح 3 على 6. اذا امامك دلوقتي الكسرين الاعتياديين، اهم مقاماتهم زي بعض، ووحدت المقام، 4 على 6 ناقص 3 على 6. اتفقنا دول اشارتين مختلفتين، واحنا في بداية الحلقة قلنا لو الاشارات مختلفة اعمل ايه؟ برافو عليك، واحد قال لي خلاص بقى يا مستر هطرح واكتب اشارة الكبير. طب لو الاشارتين متشابهتين اجمع واكتب الاشارة بتاعتهم. طبعا انا هنا بطرح البسطين واكتب المقام زي ما هو، يصبح الناتج طبعا 4 ناقص 3 1، والمقام 6. وهذا العدد في ابسط صورة عشان ما فيش عوامل مشتركة بين البسط والايه؟ والمقام. نشوف رقم 4، سالب 2 على 5 زائد 3 على 10. طبعا هنا دلوقتي برضو دول عددين نسبيين ومختلفي الإشارة، واحد سالب وواحد موجب، يا ترى أطرح ولا أجمع؟ قلنا طالما الإشارتين مختلفتين أنا بطرح واكتب إشارة الكبير. دي أول ملحوظة. الملحوظة الثانية، عشان أطرح دول أو أجمعهم على حسب الإشارات، يبقى في هذه الحالة لابد من إيه؟ برافو عليك، إن أنا لازم أوحد المقامات، لأن هنا المقامات مش زي بعض، هنا المقامات 5 و10،
هتلاحظ حاجة، العشرة هنا بتقبل الاسم على خمسة، يبقى ممكن هنا يكون المقام كام؟ عشرة على طول. عشرة على الخمسة الناتج اتنين، الاتنين اضربها في سالب اتنين يصير الناتج سالب اربعة. بعد كده عشرة على عشرة، واحد في تلاتة، الناتج تلاتة. اذا البسط اصبح سالب اربعة زائد تلاتة، دول اشارتين مختلفتين، الكبير اشارته سالب اللي هي الاربعة، يبقى بطرح طبعا التلاتة من الاربعة الناتج واحد، يبقى هيصبح الناتج سالب واحد بالنسبة للبسط، والمقام عشرة، وكده هذا العدد في ابسط صورة. يبقى اتفقنا دلوقتي على حاجة، اما اجي اجمع او اطرح كسرين اعتياديين او اجمع او اطرح عددين نسبيين، لازم اعمل ايه؟ لابد من توحيد الايه؟ المقامات. وبعد كده ابص على الاشارات، اذا لقيت الاشارتين بتاع العددين زي بعض يبقى انا بجمع واكتب الاشاره، لقيت الاشارتين بالنسبه للعددين مختلفتين، واحده سالب وواحده موجب، في هذه الحاله بطرح واكتب اشاره العدد الايه؟ الاكبر اللي فيه. تعالوا نشوف كده ضرب وقسمة الكسور الاعتيادية. احنا اتفقنا دلوقتي اتعلمنا حاجة، ازاي اجمع او اطرح كسرين اعتياديين؟ عشان اجمع واطرح بوحد المقامات. طب بالنسبة بقى لو حبيت اضرب او اقسم كسرين اعتياديين او اعداد نسبية، عاوز اضرب نص في تلت مثلا، اعمل ايه؟ هنا مفيش توحيد مقامات، قال لك اضرب البسط في البسط والمقام في المقام مع مراعاة قاعدة الإشارات اللي احنا اتفقنا عليها في بداية الحلقة، ان موجب في موجب الناتج موجب، سالب في سالب الناتج موجب، سالب في موجب الناتج سالب، موجب في سالب الناتج ايه؟ ايضا سالب. طب بالنسبة للقسمة، انا عاوز اقسم نص على تلت، اعمل ايه؟ برضو هنا مفيش توحيد مقامات، قال لك تحول القسمة الى ضرب واكتب المعكوس الضرب للمقسوم عليه اللي هو تلت، يعني الواحد على تلاتة يصبح تلاتة على كام؟ على واحد، وكده تحولت القسمة الى ضرب. واحنا قلنا دلوقتي عشان اضرب عددين نسبيين اضرب البسط في البسط والمقام في المقام. بص كده معايا ازاي اضرب واقسم الكسور الاعتيادي. ادي عندي مثال، اوجد ناتج ما يلي: نص في تلت، اتنين سالب اتنين على خمسة في سالب خمسة على سبعة، تلاتة سالب تلاتة على اربعة في اتنين على خمسة، اربعة نص على خمس، خمسة سالب تلاتة على سبعة على اتنين على تلاتة. ادي عندك اول حاجة هو عايز اضرب نص في تلت، دي عملية ضرب. عشان اضرب الكسرين دول لابد ان انا اراعي الاشارات الاول، هو النص اشارته ايه؟ اشارته موجب، والتلت اشارته ايه؟ اشارته موجب، اذا الناتج هيكون ايه؟ هيكون موجب. طب بالنسبة بقى لعملية الضرب هعمل ايه بالنسبة للضرب؟ قال لك اضرب البسط في البسط اللي هو واحد في واحد، والمقام في المقام اللي هو اتنين في اتنين، يبقى لما اضرب الواحد في واحد بواحد، واتنين في تلاتة بستة، اذا النص في تلت اهو واحد في واحد على اتنين في تلاتة، يصبح الناتج كام؟ واحد على ستة. دي طريقة ضرب الاعداد النسبية او الكسور الايه؟ الاعتيادي. رقم اتنين، سالب اتنين على خمسة في سالب خمسة على سبعة. ايضا هنا ده انا عايز اضرب الكسرين الاعتياديين دول، عشان اضربهم اول حاجة براعي عملية الاشارة، السالب في سالب انا عرفت هيكون الناتج موجب، وعشان اضربهم اضرب البسط في البسط والمقام في المقام. من البسط سالب اتنين هضربه في كام؟ في سالب خمسة، المقام الخمسة في سبعة، يصبح بهذا الشكل سالب اتنين في سالب خمسة على خمسة في سبعة، السالب في سالب بموجب، واتنين في خمسة بعشرة، وخمسة في سبعة بخمسة وتلاتين. الله، هل هذا العدد في أبسط صورة؟ لا، ده في عوامل مشتركة بين البسط والمقام. هنا مين العامل المشترك؟ قال لك الخمسة، يبقى هقسم العشرة على الخمسة اتنين، والخمسة وتلاتين على الخمسة سبعة، يبقى الناتج اتنين على كام؟ على سبعة. وايضا كان ممكن برضو اختصر من الاول، الخمسة اللي فوق في البسط مع الخمسة المقام هيصبح الناتج في البسط سالب واحد تحت وواحد وتحت، واحد في كام؟ في سبعة بالنسبة للمقام، يبقى هضرب سالب اتنين في سالب واحد على واحد في كام؟ في سبعة، هيصبح نفس الناتج في الاخر اللي هو كام؟ اتنين على سبعة. نشوف اللي بعد، سالب تلاتة على اربعة في اتنين على خمسة،
عايز اضرب دول. عشان اضرب دول اتفقنا بضرب البسط في البسط والمقام في المقام، يبقى سالب 3 في 2 على 4 في 5. كده بقى محتاج اضرب البسط اللي هي السالب 3 في 2. الاشارات عندي السالب في موجب، قلنا بايه؟ بسالب، عشان الاشارتين هنا بالنسبه للضرب مش زي بعض، مختلفتين، سواء كان موجب في سالب او سالب في موجب الناتج سالب. واضرب ال 3 في 2 يصبح 6، وبعد كده المقام اضرب 4 في 5 الناتج بكام؟ ب 20. اذا ناتج الضرب عباره عن سالب 6 على 20. هل هذا العدد في ابسط صوره؟ قلنا لا، مش في ابسط صوره. ليه؟ لان في عوامل مشتركه ما بين البسط والمقام، السته والعشرين يقبلوا الاسم على كام؟ على تلاته، على الاتنين. يبقى الناتج عباره عن البسط سالب تلاته والمقام عشر. واحد يقول لي انا من الاول كنت ممكن اختصر الاتنين اللي في البسط مع الاربعه اللي في المقام. طبعا الاربعه على الاتنين الناتج اتنين، يصبح عمليه الضرب عباره عن سالب 3 في 1 ده بالنسبه للبسط، والمقام 2 في 5. طبعا سالب 3 في 1 يبقى سالب 3. المقام 2 في 5 بكام؟ ب 10، يديك نفس الناتج اللي هو سالب 3 على كام؟ على 10. نشوف اللي بعد. نص على خمس، دي عمليه قسم. احنا هنراجع تاني بالنسبه للضرب، اتفقنا على حاجه، عشان اضرب كسرين اعتياديين او عددين نسبيين براعي الاشارات. الاول بضرب الاشارتين في بعض، سواء كان موجب في سالب، اشارتين مختلفتين او اشارتين متشابهتين، سالب في سالب او موجب في موجب وهكذا. وبعد كده اضرب البسط في البسط والمقام في المقام. وراي حاجه بعد ما بضرب، ان ما يكونش الناتج، لابد ان يكون الناتج ده في ابسط صوره عشان ما يكونش في عوامل مشتركه بين البسط والايه والمقام. اما بالنسبه لعمليه القسمه، اتفقنا بقى اول حاجه بحول القسمه الى ضرب، يبقى عمليه العاله دي هتتحول الى في، وبعد كده اكتب المعكوس الضرب للمقسوم عليه اللي هو الكسر الثاني اللي هو الخمس ده. معكوس الضرب يعني البسط مقام والمقام بسط، بدل ما هو واحد على خمسة يبقى الناتج خمسة على واحد. كده اتحولت من عملية قسمة إلى ضرب. وإحنا لسه قايلين دلوقتي إزاي أضرب عددين نسبيين أو كسرين اعتياديين، بضرب البسط في البسط والمقام في المقام. يبقى ده عبارة أهو عن نص في خمسة على واحد. نضرب البسط في البسط، واحد في خمسة بخمسة، واثنين في واحد باتنين، يبقى الناتج عبارة عن خمسة على اتنين. هل في عوامل مشتركة بين البسط والمقام؟ لا، ما فيش عوامل مشتركة، يبقى إذن هذا العدد في أبسط صورة. وكده أنا قسمت العددين النسبيين أو الكسرين الاعتياديين. نشوف اللي بعده. رقم خمسة، سالب تلاتة على سبعة على اتنين على تلاتة. أيضا دي عملية قسمة. اتفقنا طالما عايز اقسم عددين نسبيين، قال لك في هذه الحالة تحول القسمة الى ضرب مع كتابة المعكوس الضرب للمقسوم عليه. واتفقنا المعكوس الضرب للعدد يعني اخلي البسط مقام والمقام بسط، يعني 2 على 3 يبقى 3 على 2، 5 على 7 يبقى معكوس الضرب 7 على 5. طب سالب نص، احتفظ بالاشاره اللي هي السالب واخلي البسط مقام والمقام بسط، يصبح الناتج سالب 2. وبكده تحول عمليه القسمه الى ضرب، واستخدم قاعده الضرب ان انا اضرب البسط في البسط والمقام في المقام. بص معايا كده، يبقى سالب 3 على 7 في 3 على 2، اضرب البسط في البسط يعني سالب 3 في 3، والمقام في المقام يعني 7 في 2، يبقى الناتج سالب 9 على 14. وهذا العدد في ابسط صوره. ليه؟ لان ما فيش عوامل مشتركه بين البسط والمقام اللي هي التسعة والكام وال14. طيب ملحوظه مهمه اهي، صفر على اي عدد نسبي خلاف الصفر يساوي صفر. يبقى لما اقسم صفر على اي حاجه او اي عدد نسبي خلاف الصفر الناتج صفر. يعني لو قلت لك مثلا صفر على 3 الناتج صفر، صفر على سالب 5 الناتج صفر، صفر على 7 الناتج صفر، صفر على صفر لا. تمام؟ يبقى في هذه الحاله صفر على اي عدد نسبي خلاف الصفر بيساوي صفر، ودي لما تكبر ان شاء الله في الثانوي هتعرف. 2، اي عدد نسبي على الصفر ليس له معنى. ما ينفعش اقسم على صفر، يعني ما ينفعش اقول 5 على صفر، ما ينفعش اقول سالب 7 على صفر،
ما ينفعش اقول 8 على صفر وهكذا، يبقى صفر على اي عدد نسبي خلاف الصفر الناتج صفر، بينما اي عدد نسبي على الصفر ده ليس له معنى. هنتكلم دلوقتي عن المعكوسات الجمعية والمعكوسات الضربية. خد بالك بقى، لكل عدد نسبي او لكل عدد صحيح، او لكل عدد مثلا معانا نسبي او صحيح، او بالنسبه للمرحله الصف الثاني الاعدادي بتدرس الاعداد الحقيقيه، له معكوس جمعي. معكوسه الجمعي بغير اشارته، يعني الموجب يبقى سالب والسالب يبقى موجب، واي عدد زائد معكوسه الجمعي الناتج يساوي صفر اللي هو المحايد الجمعي. يبقى لو قلت لك مثلا المعكوس الجمعي للعدد 3 يبقى كام؟ سالب 3. المعكوس الجمعي للعدد سالب 5 يبقى كام؟ يبقى 5. المعكوس الجمعي للعدد جذر 2 هو سالب جذر 2. المعكوس الجمعي للعدد سالب جذر 3 هو موجب جذر 3. طب المعكوس الجمعي للعدد صفر، برافو عليك، هو صفر. يبقى المعكوس الجمعي للعدد صفر هو كام؟ هو صفر. اما بالنسبه للمعكوسات الضربيه، لكل عدد نسبي له معكوس ضربي. لو قلت لك 2 على 3 معكوسه الضرب كام؟ 3 على 2. لو قلت لك العدد 5 معكوسه الضرب كام؟ هو 5 على 1، يبقى 1 على 5. لو قلت لك العدد سالب 2 على 3 معكوسه الضرب كام؟ ده سالب 3 على 2 وهكذا. ويلاحظ الآتي، ان اي عدد في معكوسه الضرب يديك مين؟ المحايد الضرب اللي هو كام؟ اللي هو الواحد. بص كده معايا، المعكوسات الجمعية والمعكوسات الضربية. ادي عندي اهو، لكل عدد الف ينتمي لها عدد حقيقي له معكوسا جمعيا هو سالب الف، حيث الف ده لا يساوي الايه؟ الصفر. فمثلا المعكوس الجمعي للعدد 3 هو سالب 3، المعكوس الجمعي للعدد سالب 5 هو 5، اتفقنا بقى. واي عدد زائد معكوسه الجمعي هيديك العنصر المحايد الجمعي اللي هو الصفر. 3 زائد سالب 3 الناتج صفر، سالب 5 زائد 5 الناتج صفر. المعكوس الجمعي للعدد صفر اتفقنا هو كام؟ هو صفر. طيب بالنسبة رقم 2، المعكوسات الضربية، لكل عدد ألف ينتمي لها له معكوسا ضربيا هو 1 على ألف. أخلي البسط مقام والمقام بسط أهو، حيث الألف ده لا يساوي كام؟ صفر، عشان ما ينفعش المقام يبقى صفر. يبقى فمثلا لو قلت لك المعكوس الضربي للعدد 3، الثلاثة ده عدد صحيح ومقامه 1، يبقى معكوس الضربي هو 1 على 3. المعكوس الضربي للعدد 2 على 3، أخلي البسط مقام والمقام بسط، يبقى 3 على 2. وتلاحظ حاجة، أي عدد في معكوس الضربي يديك المحايد الضربي اللي هو كام؟ اللي هو 1. 3 في 1 على 3 كأنه 3 على 3، يبقى الناتج 1. 2 على 3 في 3 على 2 يبقى كأنه 6 على 6، يبقى الناتج أيضا 1. طيب احنا قلنا المعكوس الجمعي للعدد صفر هو كام؟ برافو عليك، قلنا هو صفر، بينما المعكوس الضربي للعدد صفر، تمام كده، ليس له معكوسا ضربيا. ليه؟ لأن الصفر ده أصلا صفر على 1، مقامه 1. طب أنا عايز أجيب المعكوس الضرب، طبقا للقاعدة يبقى 1 على 0، وقلنا مفيش اسم على الصفر، وبالتالي ليس له معكوسا ضربيا. المعكوس الضربي للعدد صفر أهو لا يوجد. الحدود والمقادير الجبرية، إحنا دلوقتي اتكلمنا طبعا عن إزاي أقرب العدد، اتكلمنا عن قواعد الإشارات، اتكلمنا ازاي اجمع واطرح الكسور الاعتيادية او الاعداد النسبية، وازاي اضرب او اقسم كسرين نسبي، عددين نسبيين او كسرين اعتياديين، وايضا كنا اتكلمنا عن المعكوس الجمعي للعدد والمعكوس الضربي للعدد وهكذا، مع ملحوظة مهمة، قلنا الصفر معكوس الضرب الجمعي هو صفر، بينما معكوس الضربي لا يوجد. دلوقتي احنا هننتقل لنقطة اخرى، ودي برضو درسناها في الصف الاول الاعدادي وبنستفيد فيها ايضا في المرحلة الاعدادية كلها، سواء كان الصف الثاني الاعدادي او الثالث الاعدادي، وايضا بستخدمها في المرحلة الثانوية، وهي الحدود والمقادير الجبرية. هو يعني ايه حد جبري؟ الحد الجبري يتكون من حاجتين، معامل وعامل. يعني لو قلت لك مثلا سين، ده يسمى حد جبري، معامله كام؟ 1، لان سين دي مضروبه في 1، كاني بقول 1 سين، والعامل اللي هو الرمز اللي هو سين. لو قلت لك مثلا 2 الف، ده يسمى حد جبري،
معامله 2 وعامله ايضا هو الالف. طب لو قلت لك 3 هو ايضا ده حد جبري اللي هو عبارة عن حد مطلق يسمى كام، 2 او 3 او هكذا، اللي هو عدد حقيقي او عدد نسبي او عدد طبيعي او عدد صحيح وهكذا. ده بالنسبة للحد الجبري. الحد الجبري ممكن يبقى ليه أكتر من رمز. يعني لو قلت لك مثلا 2 ألف ب، أيضا ده حد جبري معامله 2 وعامله هو الألف ب. الحد الجبري ممكن الأس يتغير، يعني بدل ما أقول 2 ألف أقول 2 ألف أس 2، ده أيضا حد جبري معامله 2 وعامله هو ألف أس 2. ممكن يبقى 2 ألف ب ج، ده أيضا حد جبري معامله 2 وعامله هي الرموز ألف وب وج وهكذا. الحد الجبري له درجة. ممكن يكون الحد الجبري من الدرجة 0، ممكن يكون من الدرجة الأولى، ممكن يكون من الدرجة الثانية، حسب الأسس بتاعة الرموز اللي عنده. لو أنا قلت لك الحد الجبري 2، ده من أي درجة؟ ده ما فيش جنبه رمز، ما فيش جنبه لا سين ولا صاد ولا عين ولا ألف ولا حاجة، يبقى ده من الدرجة 0. لو قلت لك الحد الجبري 2 ألف، الأس بتاع الألف هنا كام؟ مفيش على الألف حاجة، يبقى أس 1، يبقى إذن 2 ألف ده من الدرجة الأولى. لو قلت لك الحد الجبري 2 ألف أس 2، يبقى من أي درجة؟ من الدرجة الثانية. لو قلت لك الحد الجبري 2 ألف ب، ده من أي درجة؟ أجمع أسس الرموز اللي فيه، يعني عندك الألف عليها 1 هي ألف أس 1، والب هي أيضا ب أس 1، أجمع الأسس بتاع الألف والب، 1 زائد 1 2، إذن 2 ألف ب من الدرجة الثانية. لو قلت لك 2 ألف أس 2 ب، أجمع الأسس الاتنين والب دي أس 1، 2 و1 3، يبقى 2 ألف أس 2 ب، ده من الدرجة الثالثة وهكذا. بص كده معايا تعريف الحد الجبري وأيضا المقدار الجبري. الحد الجبري هو ما تكون من حاصل ضرب عاملين أو أكثر مثل 7 س، ده حد جبري عبارة عن معامل وعامل، معامله 7 وعامله هو الرمز اللي هو س. فاصلة سالب 5 س ص، أيضا ده حد جبري عبارة عن سالب 5 ده المعامل والعامل هو الرمزين اللي هم س ص. 4 س أس 2 أيضا يسمى حد جبري، معامله كام؟ برافو عليك 4، بينما عامله كام؟ اللي هو س أس 2. طب 3 أ ب ج، أيضا ده حد جبري، معامله كام؟ 3، بينما عامله هو أ ب ج، عبارة عن حاصل ضرب الاثنين اللي هو 3 في الأ ب ج. كل حد من دول زي ما اتفقنا له درجة. السبعة سين ده من أي درجة؟ بصلي كده على الأس اللي فوق السين، مفيش حاجة يعني كام؟ يعني 1، إذن 7 سين ده حد جبري من الدرجة الأولى. طيب سالب 5 سين صاد، بص على الأسس بتاعة الرموز، السين عليها 1 والصاد عليها 1، يبقى من أي درجة؟ أجمع الأسس بتاعة الرموز، 1 زائد 1 2، إذن سالب 5 سين صاد ده حد جبري من الدرجة الثانية. اللي بعد 4 سين أس 2، السين هنا عليها 2، يبقى ده حد جبري أيضا من الدرجة الثانية. طب 3 ألف ب ج، ده من أي درجة؟ الأسس اللي فوق الرموز هنا فوق الألف 1 وفوق الب 1 وفوق الجيم 1، أجمعهم يبقى الناتج كام؟ 3، إذن 3 ألف ب ج ده من الدرجة الثالثة. طيب بالنسبة للمقدار الجبري بسرعة كده نشوفه مع بعض، هو ما تكون من حد جبري أو أقصر يفصل بينهما علامة زائد أو إيه أو سالب، زي 5 ألف زائد 3 ب و5 صاد أس 2 زائد 2 س صاد ناقص 3 س و3 س وهكذا. بكده أعزائي الطالبات والطلبة نكون وصلنا لنهاية حلقة اليوم. بشكركم على حسن متابعتكم، تحياتي وتحيات أسرة البرنامج، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.